العلاج لسه بنقول ان حتى هذه اللحظه ما فيش كلام كتيره كويس على ادويه جديده، لكن بنقول البروتوكولات بقت ناجحه مليون في الميه، لكن الامل القريب كويس، والامل القريب جدا هو في وجود لقاح واقي من الامراض من هذا الوباء. طب كلمه لقاح، احنا بنقول دلوقتي كل اللقاحات وكل الدراسات اللي موجوده في سري ترايل. يعني ايه في سري ترايل؟ عشان الناس تبقى فاهمه معانا، ومحدش يعني يدعي احلام كاذبه، لا في واقع قريب، لكن بلاش الاحلام. احنا بنتكلم دلوقتي ان اي دراسه لاي لقاح او اي دواء بتتم ثلاث مراحل. المرحله الاولى على الخليه خارج الجسم، ثم مرحله على الحيوانات، ثم مرحله المتطوعين. احنا دخلنا دلوقتي في دراسات كتيره بقت على المتطوعين من البشر. الدراسه دي بتهدف حاجتين، هل اللقاح ده فعال ولا مش فعال، وآمن ولا مش آمن. والأمان أهم من الفعالية، لأن ممكن يكون اللقاح فعال لكن غير آمن أو له أعراض جانبية. دي الدراسات اللي بتتم دلوقتي. عشان كده لما في بعض الناس تقول لا ده في ناس ترفض تاخد النص، نقول لهم لا، ده كلام مبكر جدا. إذا ثبت الفعالية والأمان كويس، وده إحنا متابعينه بقوة، ومفيش لقاح هينزل جمهورية مصر العربية لما تكون دراساته أثبتت الفعالية والأمان. إذا ثبت الفعالية والأمان هنكون كلنا واحنا اول ناس هناخد هذا اللقاح في الوقايه، لان احنا مجرد ما وصلنا للوقايه كويس، الوقايه دي هتخلينا نعيش حياتنا طبيعيه سليمه ونرجع لحياتنا العاديه ونرجع تاني لممارستنا الطبيعيه. طب هل هناك يا دكتور حسام تحركات على المستوى المصري في مجال البحث العلمي ان احنا كمان نمضي قدما في هذه الخطوات، ان احنا مثلا نشوف لقاح او نشوف طريقه مثلى للعلاج من الكورونا؟ خلينا نقول ان العالم كله دلوقتي اصبح جبهه واحده في مكافحه هذا الوباء، ومصر مشتركه في ابحاث كثيره لها علاقه بهذا اللقاحات او بالادويه. هل الدراسه دي مصريه؟ لا، هي دراسه عالميه كويس، تشمل عده دول كويس، علشان اي لقاح لازم نشوف الفرق بينه وبين الاجناس المختلفه. يعني دي بتفرق يا دكتور؟ تفرق من جنس الاخر او من دوله الاخرى؟ طبعا كويس، ممكن الافارقه يفرقوا عن الاسيويين في استجابتهم، ممكن الاوروبيين يفرقوا عن الاسيويين الافريقيين في استجابتهم. ها كويس، فعشان كده احنا مشتركين في ابحاث كثيره كويس لها علاقه باللقاحات كويس، لكن دي مش دراسات مصريه، هي دراسات عالميه دوله مصر مشتركه فيها كشريك اساسي في هذه الدراسه لثبات الفعاليه والامان. طب يعني معنى كده دكتور حسام لو في مثلا ظهر اي لقاح في اي دوله من العالم واحنا بدأنا ان احنا بنشرع ان احنا نستخدمه، لازم هتتم مراجعته مبدئيا ومرحلة تجريبية طبعا قبل ما ينتشر في الأسواق من أجل طبعا الوقاية، لكن من الوقاية والأمان. نعم، أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. دكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، كنت